عسلامة. اليوم باش نحكيو على لحظة فاش تعمل يا اخي تصوروا على اكيد تصور بلاش رخصه ممنوع يا بنتي راه ممنوع وين هي وقف الكاميرا وقف اجا نقول لك ان صارت لك الفزه هذه شنو تعمل اول حاجه عون الامن ما عندوش الحق يحتفظ بيك الا باذن كتابي من وكيل الجمهوريه الا بشنو باذن كتابي من وكيل الجمهوريه ثاني حاجه من 1 جوان 2016 ولا عندك الحق تجيب معك محامي وقت الاستماع وما عندهم الحق يستجوبوك وإلا تصير مكافحة إلا بحضور المحامي بتاعك. حقك في الاتصال بمحامي من لحظة الإيقاف هو قانون مهم تعمل في عهد الباجي قايد السبسي. وكيل الجمهورية هو قاضي من رتبة ثالثة، مهمته أنه ياخو إجراءات البحث، يعاين الجرائم ويتلقى شكايات. لازم عون الأمن يطلو عليك بلغة واضحة سبب الإيقاف متاعك، المدة متاع الاحتفاظ وحقك في تعيين محامي وفحص طبي. لازم زيدا يعلم عائلتك بمكان ومدة الإيقاف. الاحتفاظ به يكون في مركز إيقاف كما بوشوشة مثلا. الاحتفاظ يكون لمدة سماع أقوالك في حالة مخالفة، لمدة 24 ساعة في حالة جنحة، ولمدة 48 ساعة قابلة للتجديد في حالة جناية. وإذا أنت محامي ممنوع أنه يتم استنطاقك إلا بحضور ممثل على الفرع الجهوي للمحامي. المحامي بتاعك عنده الحق يزورك وقت اللي يحب وعنده الحق يقابلك نص ساعة راس راس. أكثر من نص المواطنين اللي يتم إيقافهم ما يطلبوش محامي خاطرهم مش واعيين بالحق هذا. الإجراء هذا يحميك من أنك تتوقف تعسفيا وإلا تصحح على محضر ما تعرفش شنو مكتوب فيه تحت التهديد وإلا يتم تعنيفك لاستنطاقك. دولة البوليس تقف وقت اللي تكون واعي بحقوقك. أي عمي راي نيجي باش تروح كلمت لك وكيل الجمهورية وسايبك قال لك الدولة تحترم روحها الصحفيين تاعها ما تشدوش